أيها الحضور الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في حاضرة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، ويسرنا أن نتواجد معاً في هذه التظاهرة الثقافية. أحبتنا، مع السلامان الملك الأردني والجمهوري العراقي. شكرا لكم. أيها الحضور، إنها مناسبة لا تضاهيها مناسبة أن نستذكر معا ونحن في المهجر وفي تظاهرة ثقافية باهرة يمتزج فيها الشجن بالمسرة ودمعة الحزن بدمعة الفرح واليأس بالأمل، ذكرى مرور 5 أعوام تلطخ فيها الأفق بالهباب والرماد، وأجسادنا في رحلة ماراثونية مبتدأها مدننا في سهل نينوى الفكلة المفجوعة بأولادها الراحلين، وهم ينهبون ذرات رمال الطرق الترابية وحجيرات الأسفلت الآبي الحار، والوجوه الساهمة للرجال والدامعة للنساء والحائرة للأطفال، شاخصة تسابق عجلات المركبات التي تحولت إلى سفائن نوح تبحث عن المدن البعيدة عن طوفان الغمام الأسود النتن. باسم مدننا في سهل نينوى المضاء بالأمل دون الألم، وأناسنا المفعمين بالرجاء والإيمان، نقول مرحبا بكم. أيها الحضور، نبدأ مع كلمة الأب الفاضل فراس دردر، كاهن رعية كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في المملكة الأردنية الهاشمية، فليتفضل. مساء الخير جميعا. صاحب السيادة مار يوحنا بطرس موشي، رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك السامي الاحترام، حضرة المونسنيور ماورو للي القائم بالأعمال في السفارة البابوية في الأردن بنفنوتو، حضرة الأب زيد حبابة كاهن الكنيسة الكلدانية في الأردن، حضرة ممثل سفيرة جمهورية العراق الأستاذة صفية السهيل، أهلا وسهلا. الآباء الأفاضل، إخوتي وأحبائي،
نعيش هذه الأيام ذكرى أليمة ألغت المفاهيم الإنسانية السامية بكل أبعادها، ألا وهي الذكرى الخامسة لاحتلال عصابات داعش الإجرامية مدن ساحل نينوى ليلة السادس من آب 2014. وإن كان لنا أن نتذكر، لا يمكن أن تمحى من الذاكرة مذبحة سيفو سنة 1914، والتي راح ضحيتها أكثر من نصف مليون مسيحي من الأرمني والكلدان والسريان والآشوريين. كان هذا حال العراقيين المسيحيين في الماضي القريب البعيد، وكنا نأمل أن تتحسن أمورهم بعد عام 2003، ولكن ما حدث هو العكس تماماً. فقد تقلص عددهم من 1.5 مليون تقريباً قبل ذلك التاريخ، ليصبح الآن بحدود 250,000 إن كنا في أقصى حالات التفاؤل، نتيجة ما عانوه من إقصاء وتهميش بفعل مفردات التهديد والخطف والقتل ومصادرة عقاراتهم عبر أساليب التزوير وغيرها من مفردات وظيفتها، طردهم بالإكراه من موطن آبائهم وأجدادهم. ونحن نعرج على هذا الغيظ من الفيض مما تعرض له شعبنا المسيحي من جور وظلم، نقول للذي أقصانا وهمشنا وأبادنا ما قال يسوع المسيح له المجد: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لكي لا ننسى قط وللذاكرات صور، كانت الفكرة أن نجسد البعض مما تعرضنا له بأساليب إبداعية، فأنبرت الأقلام تكتب الروايات والقصص والقصائد والدراسات التي توثق هذا الحدث المقيت. ولعل إحدى أهم وسائل إيصال الحدث بكل أبعاده هو العرض المسرحي، وها نحن بكل محبة واعتزاز يسعدنا أن نقدم هذه المسرحية التي كتبها وأخرجها الفنان المبدع حنا نيسان. ويجسد شخصيتها الرئيسية مع كوكبة من الشباب والشابات من المهجرين العراقيين في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تتحدث عن مراحل مهمة وعصيبة ومصيرية ألمت بالشعب العراقي المسيحي عبر العصور. نتمنى أن يحوز العرض المسرحي حلولو أحرايو خلولة خرايا العرس الأخير إعجابكم، وشكراً لحسن الإصغاء مع محبتي الفائقة. شكراً أبونا فراس دردر. الآن أيها الحضور الكريم، العرس الأخير، ونقول باللغة السريانية خلولة خرايا، عرض مسرحي من تأليف وسينوغرافيا وإخراج الفنان المبدع حنا نيسان، وإشراف الأب فراس دردر، وتمثيل نخبة من الهواة المهجرين العراقيين يتقدمهم الفنان حنا نيسان صاحب الخبرة الفنية المتراكمة في الإخراج والتمثيل. نتمنى لكم أوقات طيبة. Thank you.
كوريثة خليل ما اختير بين البيثن وبين الطلن ياثح هركم شهيان الدتوان وتشطحان وكم حاملا مطرة وعالبخيت ومدهو خواوة بس كذت مخكين زديتا مخكين زديتا مقالت بخان وقرقمياتا لزدت لزدت خليفي لزدت خشو نسيت وزل ولبش لقرقمياتا لزدت وقوم قوة شمالي قالة صبية وبسيمة يا صبر في يا شريف
وزت وزل. خشوان خشوان بلطة دهواه من بين الكبانة، هو بلطة ما بعده تقلها وبرقاق قديش تكمته. خشكة كده أزايا ولبي ولبي كالقراء المزدادة. لزدك لزدت خليفي لزدك خشكة مسالة ومطرة وقرقم ياسة مكسكنها نزلها. ارقى شحو دكم صل وخله اجواهي ما لخف قاوي ما لخف قاوي شو خطخ لا 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 اتلن شو لحيل بقاوي شو قول ده لا نفذيتو دوك سباني بيسواسة فتيرة دبنيخو لبشليخو اه تبانت واخني دتوة وقات يا خليثة انبشت واخني بدخلخ اهت بالزقرت واخني بدلاشخ اهت انبشت واخي هم دخلت وزاخو قميسة وقتو بقاوح دها كاجب لهم تعلق هلو خاي زورا هلو اركولي لا 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 Ha! 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 Ha!
خايا. قوموا 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 لباخيتو. قوموا قوموا قوموا. أخني أخني لك صارت باخة. كي دخلت بواسكو كي نبشيلس وكنهري ما تحصل ليلا. أخني أخني إيالت هي منوثة إياخ إيالت بهرة إياخ. شد بانخ رخاثا خرتنق. شد بانخ شد بانخ ما فخذتا مآذك ومعثة برختا. يا كل خير واتدلاها لن قادر وبدي اثن وجهوان دخلق سبايت كمان. هالو هالو خبري هالو هالو خوي مني وعني ادوذا ادوذا قاضي قمئثة ما اخترته ادوذا هذه قمئثة برديسة دغدي يا اخو اخ قميثة لجاها لجاها خناها وبانخ ما سخذتا شقليلة منا خرتا. شد بانخ شد بانخ أخني يا خيال تخايل بانخ بيثة واثة ومبرداني قمياثة وبتقطخ لونة وبدوذخن قولة وبتقولخن بتأثن ودمن. شد بانخ شد بانخ قرتا قرتا ومقمخ ايتا خدتا. شد بانخ شد بانخ لنتا لنتا هالخو 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 ناشي كبارر زهر الغاب وفيالي انشو قوري وبنافة طول ومار ورشياثة. نو بيثة واثة تايه الخكر تايه برزناثة من القواي تايه بخاخ دمحاكم خلنا وبنو
سقارة. تذكر الآن حجاتي. وبري أنا مولد بسقارة. أنا كاجب لي سقارة حيل حيل. وأنا نقش حجاتة وشالات دبناتة ودراياتة. الدوذخ الدوذخ كوبة عموقة سقارة. فالقد بايقت اتلقى جناة وعرجة وعسكر ديدة. وبدوذخ وبدوذخ فروة خنية مقلدة بار خطيرة ومأمرة زيادة دوذخ كتشب. كتشب كتشب دوذخ. وبيش هاي زبيتو أختو هرماق جاهيتو ناهيتو أخني هربت خازيتو للقمير أخني أخني خطيخ لكاسخ الزراء أخني قمخيخ لكاسخ ليباية أخني طلوخيخ ببلطخ بلقد صار أخني ليخ زيوانا هامن ليخ زيوانا أخني ما صريتو بتشقلخ توخو زيوانا شقولوا زيوانا شقول زيوانا شقول شقول زيوانا شقول سابو سابو زروعه بأراسة بريختك مميوخو بين السرين أهلواتا أخني لكي ذا خزراء هامن أخني لكي ذا خزراء أخني إيه أخني مول فخو زريتو إيه أخني عيال الخاية إيه باخذ خايتو منا إيه بشينا وصبيوثا شينا وصبيوثا هرب شينا بشينا وصبيوثا ديرة أخني عيال تشينا وصبيوثا يا أخي شخايخ كل يلن بشينا بشينا وبشلامة إيه إيه خوطو لمن داني حيلك خوطو لمن حيلك أخني مولبخو كل من دي إيه وبدي أوخم أزرق ياثن إيه بس أكبخ منخو خمين دي إيه هلو لن شلامة شلامة هرش قولوا شلامة شقول شلامة شقول هرش قولوا شلامة شقولوا شلامة شقولوا شلامة شقولوا شلامة شقولوا شلامة شقولوا شلامة لبك رائل مستوثة وهم دقشنا هذا عرجة كش بيقولك رائل بابي عزيزة أنا دهوين وكبارة ولتلة تنيثة نزدك أخني نكسد أخم دهواو أخني بديش أخل دهواو أضماط أخل خاي نزدك نزديتو أخني بهري يغدى ألبا أخني أرخي يغدى خاي أخني برزيخ أخني برزيخ مخل كل بينا وصهية أخني إيلانتي يخ ولدق شاشان ولدق شاشان الطاية صبري وسنانياثا أخني أرخيخ ده كل عيزة ومسكينة هذا هذا ليه المسكينة هذا عاود بنول بيث وافن وكلهن فزناثن لما تخرط لي لما تخرط لي بجرحي قمايا جرحة مبشل لبي ومكتلة خالي انجرحن عموقة بتبان خاين ومالخ روخن وروح القدسة تآهدك يا وخاين سلوثن لازم تلقطة وألاها آهو بتياولا حسقوثا قديش يخسي بتبيش وسطانة أخني أتير يا بسموثن وبسموثن بالدورة كل سيفة أخ عرجة وخلانة لك ذي ميلة بسموثة وشينوثة أنا نفساننا أنا نفساني لك شوقي لأنت خايف نفساننا لزديتو مآني دقات لك بغرة أخني مدمن بانا خاين قطل بغرة هيرو قلة تنشلال حيلق نطريلا وألاها آهو قتاو منا نوب يثوثخو ويتثخو بقوخو كملي خايل وذو آذي دو مئسة ما ثخترتا وذو ما ثخفتا دو يرشلتا بروحة قدشة يا لها خلاطوخ اللوخ بتاو تكلونن
الدافي. وبكم اياتها، وبكم اياتها ديك مزادين القاوح كفوره كما ادخل اخش القنوثه. وماثي ماثي هركي لك رويا بشلن خلقك بشلن خلقك وخجار وزرعا زرعا هو البير خليل وبهره يماثن ودره دره خالي لينا. Thank you.
مريلن كم مريلن ليس موسى إيسي شلطانوس تخايل ليس بخيا ليس بخيا بسهول وبسهدة الخموسة انتو شمك لبصختا وملاخك لكم زمري اجو اجو كوخوة مسقلها بشبحة اجو اتاثا كنك زاهر مبرخ خثنا خاتم صهولو 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 أرباني وقوع حصني أرباني
ثلاثة. ارقوا خوش مني خوش. قنطارولي لا قنطارولي قنطارولي تشقرب مني فقرمة بقرمة من سوافي. لا خوش مني قنطارولي قتلينهم بس خوش. انطارولي 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 دم كخلن عيني هم أبرد ما في خوش بس قومني خوش. انطارولي 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 دميخن خناوة خوش بتقتلينا قوه. ساقي أهل. لا ساقي إيرو. لا 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 إيرو قلة. لا كانت رغمت لي إيرو. لا لا خوش ساقي. لا إيرو لا قلة إيرو لا إيرو قلة لا. ماوي الذخب جاوي هيك بشلة وهيك هانا بشلي دخانك مشاوقنخ
وقير قلي وكم عايفنا خليثي مرسل مبهورة هيك بشلخ هيك بشلخ طبعا شكرا لكل من ساهم في هذا
العرض المسرحي الرائع تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً. الحضور الكرام، الآن كلمة أبوية يوجهها إلى الرعية في المهجر سيادة المطران مار يوحنا بطرس موشي رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، فليتفضل. تفضل سيدة. مساء الخير جميعاً. ما أعرف أحكي بالسورة مثل ما مثلوا جماعة، لو نحكي شوية بالعربي. أكيد أول ما عرضونه الإخوة ولقطات من واقع مرير مرينا به لسنين طويلة. هذا ما هو واقع فقط مال التهجير الأخير، هو القصة تعود بنا إلى ما قبل، وخاصة ركزت أكثر إلى حوادث من 1915 والجاي البعد. يعني الكهنين اللي شفتموهم مقتولين، يمكن جاوا بالكم كهنة بغداد، ما هم هذول اثنين؟ هذول كهنة كانوا جايين من الموصل إلى قرقوش سنة 1915 من قرقوش بالذات، وصادفوهم الجيش العثماني اللي كان كسر، كان خسر بالحرب وتعدى عليهم وقتلهم. القرقوشيين ذكروا القصة مليحة، ها إلى حد الآن ذكراهم هو في قلبنا، ونحن ثبتنا التاريخ حالياً في طقسنا السرياني. عندنا يوم 28 تموز هو ذكرى مقتلهم، نستذكرهم في صلواتنا أيضاً هو. فإذاً هي حوادث عديدة. هي الشيء اللي جلب الانتباه أنا شخصياً أثر كثير بي، يعني كنت بين وقت وقت عيني الدماء. بس مع المأساة الكبرى اللي شفناها هل المسرحية اللي مشكور كثير حنا، لأن فعلاً كنت تعب عليها كثير مسكين، لأن هم إخراج هم تأليف هم تمثيل، وهذا كان صعب هو، وأعرف أنه موقفه كلش محرج هو، يعني من شدة إحراجه وفرحه ما بقى يطيق يمسك نفسه هو، لأن كانت فعلاً مهنة كبيرة هي. لكن الشيء اللي أنا شخصياً خلاني أن أتفائل هو هل الرجاء والأمل بالحياة اللي ممكن دائماً يرافقنا نحن المؤمنين. من يؤمن بالله، بالله الحقيقي، بالله اللي هو فعلاً حب، بالله اللي هو فعلاً سلام، بالله اللي فعلاً هو حياة، هذا الإنسان مهما صادف في حياته من هموم من مشاكل يبقى دائماً في نيته هذا الرجاء الكبير أن هذه الحياة ستعود من جديد. هي الأرض هي قرقوش أكيداً، تريد تخلي أولاد لا يطلعون وتقول ابقوا خلوني أنا بوحدي هوني، لأن ما تريد تنسى تاريخه. نحن نعرف بأن تاريخ منطقة سهل نينوى، إذا أخذنا حفنة من تراب وشمينا ريحتها هي ريحة دماء أبانا، ريحة عرق أبانا، هو عشنا فيها قبل التاريخ، قبل التاريخ المسيحي، وعشنا فيها بالمسيحية، ولحد الآن نحن باقين. وكانت كلتها هي الصيادات بشكل أو بآخر، هو هي عزيزة على قلبنا هي. فالأرض اللي تقول لهم خلوني أبقى أنا هوني حتى أشتم، تعرف قيمة المنطقة شنو هي. وكأنه يمكن واحد يريد يقول لكن أنتم لي أنكم الشكر شعور وتعلق قرقوش وبرثكم، ليش طلعتم؟ ليش تهجرتم؟ أنتم ما تهجرتم، أنتم ما تهجرتم، أنتم هجروكم، أنتم طلعوكم رغم عنكم طلعوكم، ولهذا أنتم دائما في قلبكم أكو هالغصة، متألمين أنتم هالطلعية، ويبقى دائما هالضمير ماكو بالحي متعلق في المنطقة هو. فوين ما كنتم مثل ما قالت هي، أنتم تبقون ملتصقين في قلبنا، نحن باقين، نحن حياتنا وتاريخنا هو هناك. بس نتمنى لكم أيضا الحياة والتوفيق وين ما كنتم. هو الإنسان اللي عنده إيمان يطيق يعيش دائما بإيمان بمحبة بسلام، ويطيق أن يبني من جديد. ما خسرتم ما هو قليل،
وكي تخسرون بعد بانتظاركم هوني هالفترة الطويلة، لكن أملنا بالله وبيك بنتم لأن عندكم هالنية الحسنة الصالحة أنه حياتكم هاي لابد وأن تنتهي حياة سعيدة أنتم تبنوها بإيمانكم بمحبتكم إذا بقيتم فعلا متعلقين بهذا الإيمان وحريصين على أخلاقكم. فمبروك الشيء اللي قدمتم أخوتي، أنا جدا ممنون منكم لأن فعلا هي فرصة لي كانت سانحا أن أشوف أولادي لا فقط في صلاة أثناء القداس لكن في هالمسرح اللي يعبر عن حياتهم عن معاناتهم وعن تعلقهم في أرض موة. فشكرا لكم وشكرا للحضور اللي جاء أيضا بتلهف حتى يشوف هالمعاناة. أعرف أيضا أثناء التمثيل أو المسرح كان كثير من الناس قلبهم يحترق في داخل موة. وشكري كثير كبير هو لإخوتي اللي جوا حتى يشاركونا. نعم كانت معاناة إلهم كبيرة، ما لأن شافوا قدامهم معاناتنا يعرفوها هم، لكن لأن كانت لغة عليهم غريبة ما افتهموا شيء منا إلا أنه عرفوا هذول الناس كيحكون عن واقع. شفت ما ذكرنا أي شخص، ذكرنا أنه المواقف الأحرج الإنسان الشرير الإنسان الكافر كل إنسان اللي ما يريد أن يعمل خير لنا أريد أن يحطم عزمنا أريد أن يقتلعنا من أراضينا. نحن نبقى فعلا نحب وطننا، وطننا وفخر لنا. وشفتم أنه في البداية كان أكو سلام الجمهوري العراقي مع سلام الملك الأردني لأن عزيز على قلبنا ونحن وين ما رحنا نبقى عراقيين أبناء سهلنا ونفتخر بوطنيتنا. وبركة الله تشملنا جميعا أحبائي. أيها الحضور الكرام، نتوجه بالشكر والاحترام والتقدير إلى قناة نورسات ولهذه التغطية الإعلامية، وطبعا نشكر الحضور الكريم، وأيضا نشكر السيد أحمد فراح والسيد عيسى أحمد فراح لتبرعهم بموقع التصوير الخارجي وكافة إكسسوارات المسرحية، والسيد عصام سميح لتبرعه بجزء كبير من أزياء المسرحية. وشكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل. أحبتنا، لن نقول وداعا ونحن نضع النقطة آخر السطر، بل نقول إلى اللقاء.